القذف المبكر عند الرجال، بما انه لا حياه في الدين قلت خلينا نحكي فيها، على خاطرني متاكد اللي اكثر من 90% من رجال تونس ما يعرفوش يفرقوا ما بين اضطراب الانتصاب والقذف المبكر. هابطين للي فارماسي يشريوا في توسكي سيلدينافيل وتادالافيل الفياغرا تيروس ياليس تاداليس ايتترا، مش في بالهم هذاك هو اللي يحل لهم المشكله نتاع القذف المبكر. من الاخر ولخص لك من غير ما تبعث لي تصاور برودوي تقول نوصي خويا جاي من برا وذا يعاون وذا ما يعاونش، خاطر برشا مرات يطرح علي سؤال. خلينا نفركوا الرمانة، إذا كان عندك الإشكال هذايا متاع القذف المبكر راهو ما يتداواش نهائيا، ما عندوش حتى حل، تنجم تحسن فيه نسبيا بالإزيكزيرسيس دو كيغيل، تنجم تدخل تشوفهم على جوجل شنيا هما. لازمك في الوقت اللي تعمل الرابور متاعك يعني الجماع يعني إن شاء الله في الحليل بالطبيعة، لازمك تبعد على ستريس، هذيك أكثر حاجة تزيد تفقم لك في المشكل هذايا، لازمك تاخذ لي زونتي ستريس، مانيزيوم، أشواغاندا، باسيفلور، إتسيتيرا، ليستة طويلة، تواظب عليهم بالطبيعة على لون تيرم. هذوما كل نجموا يقلصوا لك من المشكل اللي عندك نسبيا زاده، اما انك باش تتفاداه جمله من غير ما تكسر راسك بتاتا.